بعض اللقطات زي ما انت شفت كمان كده، الحاجات اللي على الارض دي بيبقى يعني وحشين جدا جدا فيها. دي الاربع لقطات اللي احنا بنتكلم فيها، وقد ايه الترابط، قد ايه الترابط ما بين الجهاز الفني واللاعبين ومجلس الاداره ومجلس اداره النادي والجمهور اللي كان في الصاله المغطاه في قبل مباراه الطائره، وجمهور اللي كان موجود في استاد بترو سبورت النهارده. اللقطات دي الحقيقه، او الاربع لقطات دي عمرنا الاربع لقطات دي هي الدايره كامله، وبالتالي عمرنا ما هنهتز، عمرنا ما هنحط في دماغنا اي شيء الا في شيء واحد فقط. كلنا ما بنفكرش في حاجه دلوقتي الا مباراه يوم السبت القادم. طول ما المنظومه دي مع بعض، الاربع لقطات اللي حضراتكم شايفينها دي، اعتقد ان احنا ربنا هيكرمنا ان شاء الله في المباراه القادمه. اتفضل. اكيد ان شاء الله. خاصه خد بالك، انا بالنسبه لي يعني اللقطه دي بتاعه وليد ازارو واللاعبين، اللعيبه محتاجه، اللعيبه يعني الفرحه اللي موجوده عند اللعيبه دي بالظبط كده، الفرحه اللي موجوده دي، ده احساس زي ما زمالك الكابتن، كلنا عايزين نقوم بعض. كلهم فرحانين ان وليد ازارو سجل هدف. اللمه بتاعت اللعيبه، الحب بتاع اللعيبه، هو ده اللي يخلق المكسب. يعني الترابط ده والحب والمحبه دي اللي تخلق المكسب يعني. فكمل لك، فكل فرود او الفرود اللي هيلعب المباراه اللي جايه محتاج زي ما قلنا كده يعني واحده من واحده. الفرصه هي فرصه الهدف، فرصه الصعود.